أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام قانون الهجرة الجديد بعد إلغاء 32 بندا من بنوده من قبل المجلس الدستوري بوصفها غير قانونية، وهي البنود التي أضافها اليمين الفرنسي إلى مشروع القانون الأصلي الذي طرحته الحكومة قبل نحو عام. بعد عام كامل من النقاشات والتعديلات والاعتراضات واحتدام السجال بين الحكومة والبرلمان الفرنسي بشأن قانون الهجرة الجديد، أعلن المجلس الدستوري قبل أيام رفضه لـ 32 بنداً منه، من أهمها ما يتعلق بلم شمل الأسر المهاجرة والمساعدات الاجتماعية وحق الأرض، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي ماكرون للتصديق عليه ليصبح نافذاً. أرى أن هناك جانبا سلبيا وآخر إيجابيا لهذا القانون الجديد. بالنسبة للإيجابي، سيتمكن الأجانب من تسوية أوضاعهم، ولكن العيب الوحيد هو عدم وجود مساواة للجميع وإحالة الأمر لاختيارات كل محافظة على حدة. النقطة الثانية هي مشكلة المحكمة الوطنية للجوء، حيث سيتم الاعتماد على قاض واحد بدلا من ثلاثة من أجل تسريع قبول أو رفض طلبات اللجوء. وبالنسبة للسوريين، طالما أن النظام السوري غير مقبول والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة مع الحكومة الفرنسية، فلا داعي للقلق بشأنهم، لأنه لن تتم إعادتهم مباشرة إلى بلادهم. قانون الهجرة الجديد يتضمن في طياته بعض الأمور غير الواضحة فيما يتعلق بوضع طالبي اللجوء وتسريع البت بطلباتهم. فهل هناك تأثير حقيقي لهذا القانون على طالبي اللجوء أو اللاجئين السوريين؟ حتى لو القانون بيستهدف شريحة المهاجرين بالمجتمع الفرنسي بشكل عام، نحن هون عم نحكي يعني عن كل شخص أجنبي عايش بفرنسا، إذا كان طالب أو كان مقيم عمل أو كان أصلاً داخل بفيزا لم شمل أو حتى حاصل على إقامة لجوء. ولكن إقامة اللجوء بضل في إلها امتيازات الدولة ما بتقدر تقرب عليها، يعني مثلاً اللاجئ معفى من شرط 5 سنوات للتقديم على الجنسية، ولكن الحقيقة بالتطبيق بصير عندنا شيء ثاني، يعني لازم يكون في عنده عمل، لازم يجتاز المقابلة، ولازم يكون مستقر بفرنسا. ولكن برأيي انه اعطاء تصريح العمل المشروط ب3 سنوات وجود على الارض الفرنسية و12 راتب وغيرها كمان من الشروط الثانية رح يساعد كثير المهاجرين لحتى يقدروا ياخذوا اقامات، وخاصة انه بالسنوات الاخيرة شفنا انه الحصول على صفة اللاجئ صارت صعبة كثير حتى بالنسبة للسوري، وصار طلب لجوءه ينرفض مثله مثل غيره من الجنسيات. في ناس كثير سوريين عم يشتغلوا بدون تصريح من فترة، وهلا صاروا بيقدروا يقدموا على تصحيح وضع. ينضم إلينا إلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا في باريس. إلاف، يعني بداية، ما هي تفاصيل القانون الجديد الذي أقره الرئيس الفرنسي؟ نعم حسام، قانون الهجرة واللجوء الجديد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام من الآن جاء بعدما رفض المجلس الدستوري العديد من البنود الأساسية التي أقرها البرلمان الفرنسي حول قانون الهجرة واللجوء الجديد، وبالتالي أصبح القانون بحسب الرئيس الفرنسي وبحسب الحكومة الفرنسية أكثر اعتدالاً للتطبيق في المستقبل. المجلس الدستوري الفرنسي رفض 32 بنداً، أهمه فيما يتعلق بمسألة الحصول على المساعدات الاجتماعية بالنسبة للأسر المهاجرة، وأيضاً رفض مسألة إطالة مدة لم الشمل من 18 شهراً إلى 24 شهراً بالنسبة للأسر المهاجرة، مع ضرورة أن يكون هناك دخل كافي لهذه الأسرة من أجل إجراء القيام بإجراءات لم الشمل، إضافة إلى رفض وضع وديعة مالية للطلاب من أجل الحصول على إقامة الطالب، وأيضا رفض مسألة إلغاء حق الأرض بالنسبة للأطفال المولودون في فرنسا من أسر مهاجرة، وبالتالي يمكن لهم الحصول على الجنسية الفرنسية بشكل تلقائي عند وصولهم إلى سن 18، إضافة أيضا إلى إلغاء مسألة فرض غرامة مالية على كل شخص يقيم إقامة غير شرعية في فرنسا، بإضافة إلى السجن لهذا الشخص المقيم إقامة غير شرعية. كل ذلك تم رفضه من قبل المجلس الدستوري، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتصديق على هذا القانون. حسام، فيما يتعلق بالقرار والقانون وما سيتم تطبيقه بعد
هذا الإقرار من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هناك خمس نقاط أساسية، وهي ما أرادها وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا عندما طرح هذا المشروع في العام الفائت. أهمها أن يكون هناك صلاحية لوزارة الداخلية الفرنسية بأن تقوم بترحيل المهاجرين الذين يقومون بارتكاب جرائم أو جنايات في فرنسا بطريقة أسرع وأسهل، إضافة أيضا إلى طرد وترحيل المهاجرين الشرعيين الذين يرتكبون جرائم ضد رجال الشرطة أو السلطات العامة، حتى وإن كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 وأقاموا في فرنسا لأكثر من 20 عاما قبل ذلك، وفقا للقانون القديم كان من الصعب ترحيل هؤلاء الأشخاص الذين يقيمون في فرنسا منذ أكثر من 20 عاما. أيضا القانون الجديد أعطى صلاحية لوزارة الداخلية من أجل تمديد مدة الحجز الاحتياطي للمهاجرين الذين تم ترحيلهم من 6 شهور إلى سنة قابلة للتجديد. بالمقابل حسام، وفقا لقانون الهجرة الجديد سيكون هناك صلاحية من أجل منح العمال غير الشرعيين إقامة لمدة عام في فرنسا قابلة للتجديد مع دراسة كل حالة على حدة، ولكن يجب على العامل غير الشرعي أن يكون قد أقام في فرنسا لمدة 3 سنوات وأن يكون لديه عمل لا يقل عن 12 شهرا من أجل الحصول على هذه جيد إلاف. ولكن يعني هذا القانون الجديد الذي قره الرئيس الفرنسي كيف سينعكس على اللاجئين السوريين في فرنسا؟ نعم، سؤال مهم للغاية حسام. هناك الكثير من الأقاويل حول هذا القانون وبأنه ربما سيمس اللاجئين أو طالبي اللجوء السوريين، ولكن بحسب المختصين وبحسب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا، هذا القانون يشمل المهاجرين فقط بالدرجة الأولى ولا يمس حتى هذه اللحظة طالبي اللجوء أو اللاجئين بما فيهم اللاجئون السوريين لعدة أسباب، أهمها أن فرنسا والنظام لا يوجد علاقات دبلوماسية بين الطرفين، وفي حال تم رفض طلب اللجوء للاجئ السوري أو طالب اللجوء السوري، والآن يحدث الكثير من حالات الرفض لطالبي اللجوء السوريين، أو في حال قام أحد اللاجئين السوريين بارتكاب جريمة أو جناية لا يمكن ترحيله إلى بلده الأم بسبب انقطاع هذه العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. ولكن كيف سيتم التعامل مع طالبي اللجوء المرفوضين أو مع اللاجئين السوريين الذين يرتكبون جنايات هنا في فرنسا؟ لا يوجد حتى هذه اللحظة تفسيرات حول هذا الموضوع، ولكن المؤكد بحسب المختصين أنه لا يمكن ترحيلهم إلى سوريا في هذا الوقت بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ولكن أيضا حسام، لابد من العودة للقانون، قانون الهجرة واللجوء، البنود التي تم رفضها من قبل المجلس الدستوري. هناك الآن نواب من اليمين الراديكالي واليمين المتطرف يريدون أن يجمعوا هذه البنود ويعيدون تقديم مشروع بهذه البنود 32، وهذه البنود في حال تم إقرارها مستقبلا من قبل البرلمان ستمس بشكل مباشر اللاجئين وطالبي اللجوء بما فيهم اللاجئون السوريين، لأنها تشمل مسألة المساعدات الاجتماعية للعائلات المقيمة هنا، وأيضا مسألة لم شمل الأسرة بالنسبة للعائلات المقيمة أيضا في فرنسا، ومسألة حق الأرض أو الحصول على الجنسية الفرنسية بشكل تلقائي للأطفال السوريين المولودين هنا في فرنسا، أو مسألة سحب الجنسية من أي شخص يقوم أو بالشروع بقتل أحد من رجال الشرطة، وهذا أيضا سيمس اللاجئين السوريين مستقبلا. ولكن حتى هذه اللحظة من الصعب جدا تطبيق هذا المشروع الجديد ريثما تنتهي على الأقل ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2027. ربما بعد ذلك هناك خطر على إعادة تطبيق هذا المشروع إذا وصل إلى الرئاسة الفرنسية أحد من رؤساء سواء من اليمين الراديكالي أو اليمين المتطرف. قداح مراسل تلفزيون سوريا من باريس، شكرا لك على هذه المعلومات، ولكن للأسف وقت البرنامج انتهى. شكرا، إلى مرة أخرى. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من لم شمل، كونوا دوما بخير.